شبكة شام في الرقة أيهم خلف. أيهم، ماذا لديك من معلومات حول استهداف مقر مبنى الأمن السياسي؟ السلام عليكم سيدي. أيهم، هل تسمعني؟ الجيش الحر في مدينة معدن. نعم أسمعك، هل تسمعني؟ أسمعك، تفضل. الو، نعم، البارحة وبعملية نوعية والحمد لله ناجحة للجيش الحر في مدينة معدن، تم استهداف مبنى الأمن العسكري في سيارة ملغمة بوزن كبير من المتفجرات، حيث انهار المبنى بالكامل. هناك عدد كبير من القتلى بين الأمن، بين الجنود، هناك عدد كبير، لكن لم نحصي إلى الآن عدد القتلى، لم تأتينا معلومات أكيدة عن القتلى في هذا المبنى، إلا أن أؤكد لك أن المبنى انهار بشكل كامل. أنتقل معك إلى التل أبيض، حيث أتواجد أنا ويتواجد القصف التركي المتواصل بين الطرف التركي والطرف السوري، حيث قصفت المدفعية التركية مدفعية النظام السوري بأكثر من 18 قذيفة من البارح إلى اليوم. نتج عنها والحمد لله بعد انشقاق ضابط من هذه المدفعية، نقل لنا خسائر النظام في هذه المدفعية، وكان كالتالي: قتل 14 عسكري واثنين منهم في حالة خطيرة، بينهم ضابطين، الضابط علي مسلم وهو ملازم أول، ضابط ثاني نقيب لم يجدنا اسمه بعد. تم تدمير 4 سيارات أمنية وناقل الفرقة 17، أيضا هناك تم أعطاب مدفع بشكل كامل. طيب، هل هناك رد من جانب قوات النظام على هذا القصف التركي لهذه المناطق، أم أنه لم يحدث رد بعد حتى اللحظة؟ قوات النظام أجمل من أن ولكنها ترد على مدينة تل أبيض، مدينة تل أبيض التي تعاني من حالة مأساوية إنسانية جدا. يعني البارحة كانت متوجهة سيارات للحبوب لكي تعيد الافران عمالها في تل ابيض، الا ان النظام صادرها على الطريق وجعلها متاريس له. ايضا قطاع الكهرباء من البارحه الى اليوم في مدينه تل ابيض ليس هناك اتصالات، يعني حاله مدريه جدا. طيب، كيف يمكن ان نفهم هذا ايهم؟ حاله انسانيه لا توصف. نعم، كيف يمكن ان نفهم هذا في اطار ان الجيش الحر نفسه كان قد اعلن منذ فتره قليله عن سيطرته على معبر تل ابيض، يعني اين دور الجيش الحر في هذه الاشتباكات الجاريه الان؟ الجيش الحر مسيطر كامل على البوابه، مسيطر على تل ابيض، مسيطر على السوق، مسيطر على قريه عين العروس، هناك سيطره كامله للجيش الحر، الا ان النظام الجبان يقصف من بعيد بالمدفعيه، ولكن اليوم والحمد لله قام عدة كتاب من الجيش الحر بالتوجه إلى المدفعية ومحاصرتها حاليا، وقريبا جدا ستسمعون قرار تدمير هذه المدفعية بشكل كامل إن شاء الله. طيب، على أي حال سنكون معك في نشراتنا اللاحقة لتخبرنا بتفاصيل تطورات الأوضاع. أيهم خلف، مراسل شبكة شام في الرقة، شكرا جزيلا لك.